بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثاني المتوسط بمتوسطة تبوك الأهلية النموذجية، أهلا وسهلا بكم مع لقاء جديد ودرس جديد، الدرس الخامس عشر، الدرس بعنوان النشاط الاقتصادي. أبناء الطلاب، النشاط الاقتصادي مفهومه هو عملية إنتاج وتبادل السلع والخدمات والاستهلاك التي يعتمد عليها الاقتصاد والمجتمع. الاقتصاد أبناء الطلاب له مجالات كثيرة. الاقتصاد أبناء الطلاب يقوم على مجالات كثيرة مثل الزراعة، الصناعة، التجارة، السياحة وما شابه ذلك من أي مجال يدر بالنفع على الدولة أو أي دخل إلى الدولة. هنا أبناء الطلاب، النشاط الاقتصادي بمعنى بسيط وببساطة يمكن القول عنه أنه أي نشاط يفعله الإنسان لكسب العيش أو جلب المال، يعني هذا أي نشاط يقوم به الإنسان لكسب العيش وجلب المال إليه. مثال على ذلك إدارة الأعمال التجارية الصغيرة، الذي يدير عمل تجاري صغير هذا نشاط اقتصادي. الموظفون الذين يعملون في مصنع ويتقاضون أجرا يقومون بالنشاط الاقتصادي. أصحاب العمل الذين يوظفون العمال ويفتحون المصانع ويصنعون ويبيعون البضائع من الفئات التي تقوم بالنشاط الاقتصادي أيضا. النشاط الاقتصادي أبناء الطلاب له خطوات. ما هي خطوات النشاط الاقتصادي؟ أول خطوة الحاجة والرغبة والإبداع. حاجة الإنسان ورغبته وإبداعه. الخطوة الثانية الموارد الاقتصادية المتاحة أمامه. هنا الإنسان له حاجة ورغبة وإبداع في إنتاج سلع أو خدمات. ماذا يستثمر؟ الموارد الاقتصادية. هنا الموارد الاقتصادية ما يمتلكه من رأس مال ومعرفة. يستخدم ذلك الوسائل، رأس المال والمعرفة، ويستخدم هذه الوسائل أيضا المواد الخام والأيدي العاملة، مثلا لكي ينشئ مصنع لابد أن يكون له رأس مال ومعرفة، فكرة إنشاء مصنع ورأس مال يستخدمه، وأيضا موارد خام وأيدي عاملة، ثم يصل إلى الإنتاج. مرة ثانية، الموارد الاقتصادية تنقسم إلى رأس مال. مثال، أنت تريد أن تبني مصنع. تبني مصنع لكي تنتج، المصنع ينتج، فلا أنت كشخص تريد بناء مصنع لابد أن يتوفر لديك رأس مال ومعرفة بالمصنع أو بالمشروع الذي تبنيه، وأيضا لابد أن يكون لديك مواد خام، مثلا مصنع أخشاب لابد أن يكون مواد خام لديك من الأخشاب وأيدي عاملة لكي تنتج. هذه الوسائل رأس المال والمعرفة والمواد الخام والأيدي العاملة تؤدي إلى الإنتاج. الإنتاج ينقسم منه أو ينتج عنه السلع والخدمات. السلع والخدمات هناك حاجات أساسية مثل الغذاء واللباس، وحاجات غير أساسية مثل السياحة والترفيه، ثم الاستهلاك. يبقى أبناء الطلاب، النشاط الاقتصادي كما قلنا ببساطة أنه وسيلة لجلب العيش وكسب المال. يبدأ برغبة بالحاجة والرغبة والإبداع، ثم الموارد الاقتصادية وتنقسم إلى هذه وهذه،
ثم الإنتاج ثم السلع والخدمات، وتنقسم لهذه وهذه، ثم الاستهلاك. مثلا أعطيك مثال، أنت تريد أن تفعل نشاط اقتصادي، لديك دافع ورغبة. ما هو الدافع والرغبة؟ الدافع والرغبة أنك تنشئ مصنع أو تنشئ مشروع تجاري صغير، ثم تنتج، ثم الإنتاج يكون في هيئة سلع أو خدمات، ثم يكون على هيئة استهلاك. فهذا هو النشاط الاقتصادي، كما عرفنا فوق عملية إنتاج وتبادل السلع والخدمات والاستهلاك التي يعتمد عليها الاقتصاد والمجتمع. بعد ذلك أبناء الطلاب، الإنتاجية. ما هي الإنتاجية؟ هي من العناصر الأساسية لأي نشاط اقتصادي، وتعني معدل الإنتاج في زمن محدد. الإنتاجية من العناصر الأساسية للنشاط الاقتصادي، فليس يكون نشاط اقتصادي ليس لديه إنتاج، لابد أن يكون هناك إنتاجية، وتعني معدل الإنتاج في زمن محدد، لأن الإنتاجية بعدها الاستهلاك، وتؤثر مستويات الإنتاجية في تقدم المجتمعات. إذا كان الإنتاجية أكثر، فهناك إنجاز أكثر لارتباطها بالإنجاز ونسبة ما يتحقق وفق الخطط والأهداف. فإنتاجية الموظف المكلف بعمل محدد هي ما يؤدي وفق المطلوب والزمن المخصص. بمعنى يا شباب، عندك مشروع صغير، سواء مصنع أو أي مشروع تعتمد عليه في النشاط الاقتصادي، إذا كنت تنتج بصورة أكثر، هذا ينعكس بالإيجاب على حسن إدارتك للنشاط الاقتصادي والخطط التي قمت بها. وإذا الإنتاجية ضعيفة، فهذا ينعكس على ضعف إدارتك وضعف خططك في النشاط الاقتصادي. والنشاط والإنتاجية أبناء الطلاب، هناك عاملان يحددان الإنتاجية: الكفاءة، وهي تنفيذ العملية الإنتاجية بالطريقة الصحيحة وبأقل زمن وتكلفة، يعني أنك تنتج السلع أو غيرها بأقل تكلفة وبأقل زمن وبالطريقة الصحيحة. الفاعلية، وهي تنفيذ العملية الإنتاجية وفق الأهداف وتحقيق نتائج إيجابية مؤثرة. هنا أبناء الطلاب، إذا مثلا أنتجت منتج من المصنع أو سلعة، فالكفاءة هي تنفيذ العملية الإنتاجية بالطريقة الصحيحة، أن المنتج بطريقة صحيحة ووفقا للمعايير الإنتاجية وبأقل زمن وبأقل تكاليف قمت بها. يعني السلع أنتجت في وقت قصير وبأقل تكلفة، تدل على الكفاءة، كفاءة الذي يدير النشاط الاقتصادي، وكفاءة الأيدي العاملة. الفاعلية، وهي تنفيذ العملية الإنتاجية وفق الأهداف وتحقيق نتائج إيجابية مؤثرة. هنا أبناء الطلاب مثال على الكفاءة والفاعلية. أحمد، المطلوب إنجازه 30 مهمة عمل في اليوم الواحد. المنجز الفعلي 40 مهمة عمل دون ملحوظات. هنا أبناء الطلاب الفاعلية، لأن الفاعلية تحقيق الإنتاجية وفق الأهداف وتحقيق نتائج إيجابية مؤثرة. هنا نتائج إيجابية مؤثرة. هنا أبناء الطلاب نورة، 30 مهمة عمل في اليوم الواحد، معها 30 مهمة عمل في اليوم، 40 مهمة منها مهمات وضعت حلولا دائمة. هنا كفاءة. وبهذا أبناء الطلاب نكون قد انتهينا من درسنا اليوم، وإلى اللقاء في درس جديد ولقاء جديد. وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وما كان من توفيق فمن الله سبحانه وتعالى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.